أمسي. أولا وقبل كل شيء كنشكر دارنا وكنتمنى ليها الاستمرارية إن شاء الله، وعواشر مباركة مسعودة، وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. أرى ما عندك دابا سي أحمد بن ناجي، كنا دائما كنشوفكم منور في شهر رمضان بأعمال متميزة. أيه. شنو طرا هذا العمل؟ إيوا ساعة الله ساعة الله، قال لك الغايب حجتو معاه. إيوا ما إن شاء الله العام الجاي ولا إلا بقى العمر نديروا شي حاجه ان شاء الله. الجمهور تعود عليك السيدي. ايوا وهذا هذا السؤال خصو يطرح على المخرجين ماشي عليا انا، على المخرجين وعلى المنتجين. نعم نعم سي احمد الناجي، واش تعرض عليك شي دور في شهر رمضان وكان عندك موقف؟ ايوا تعرضوا عليا ادوارهم، ولكن انا 40 عام استاذ ديال الخبره وديال التجربه وديال الاحتكاك بالمعلمين. انا راجل من الرواد، ملي كتكون شي حاجه مليحه على الراس والعين، وملي كتكون شي حاجه هذي راه كاين تبارك الله اللي كيصوبها. تفرجتي شويه في الاعمال هذه؟ ايوا لابد لابد، كاين لا كاينه الحاجه زوينه وكاينه الحاجه سمو، كاين العمل اللي فيه الخياري وفيه سمو، يعني تبارك الله عليهم الله يعطيهم الصحه. وعندهم هذوك سيدي راه واحد السيد خالد النقري، يعني كيتعد من الناس الممتازين، كيغربل الا ما كانش شي حاجه سمو ما كيدوزهاش. العمل اللي دارت الجاسي الناجي تحتيه المكتوب. ياش؟ سلسلة المكتوب، مسلسل المكتوب، دار واحد الجا وكان عنده متابعة. ما شفتوش. إيوا ما نكذبش. أنا كنشوف اللي كنحكم على اللي كنشوف. أما اللي ما وما كنتيقش بشي حد قال لي، خصني تنشوف. شوف، واحد العمل اللي درتيه مع السي محسن بن الحسن. مع عبد الجندي، شفتي في واحد المعالم ديال مدينه سانا زوينه. ايوا ايوا تبارك الله. ايوا ها انت فيه، انت الحاجه الزوينه انت كتشكروها. ايوا ما نديرش انا في الخيب، انا من طبعي هاكو، واخا كناكل العصا في الفلوس، ولكن القيمه ويعني وحرصا على 30 40 عام ديال الكفاح ما يمكن ليش ندير شي حاجه اللي ماشي. شكون اللي ما في حق الراحله رشيده الحراق؟ الله يا سيدي، وهذيك فنانة معتبرة وفنانة، أنا كنت عيط لها المعلمة بنت المعلم، مرات المعلم، المعلمة مرات المعلم، لأن راجلها هو محمد أحمد البصري، وهي تبارك الله كانت فين ما حطيتيها. الله يرحمها. والله يرحمها ويجدد عليها الرحمة. تحياتي سي الناجي. سيدي كنشكركم بزاف، ورمضان كريم، ونتلاقاو إن شاء الله في العام الجاي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.